زوج مزيان هاي. عودي يا فرخ. جوج بالضبط. جوج نيشان. تبارك الله عليك، ايدك ميزان. تبارك الله عليك. بسم الله، الله اكبر. احسن ناس ديال عين كرمة والله، يقولوا عليكم الكرم، عندكم الكرم في المغرب كامل، الكرم كامل. وكم الدجاج؟ كيلو 400. الكيلو 400 يا جماعة، كيلو يعني جوج دجاجة جوج كيلو ب 40 درهم. 40 درهم وجوج دراهم. وجوج دراهم. ديال الماكينة، ديال التنظيف. وتحديدا عين كرمة، الحومة أو المنطقة اللي جنب المسجد الكبير بعين كرمة. المسجد الكبير ها هو. طبعا الناس اللي من عين كرمة أكيد يعرفوا المسجد الكبير ديال عين كرمة، ولكن مسجد شكله قديم من زمان، شكله حتى شوف 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 ال شوف ال ادي المأدنة دياله، الأبواب دياله اللي حوالين الباب دياله، شوف من الزليج المغربي. الزليج يا جماعة، الزليج المغربي. شوف شوف، تبارك الله. شوف الأبواب، شوف شوف الأقواس اللي معمولة. شوف المنطقة، منطقة جميلة جدا والله. عين كرمة هذه تبعد عن مدينة مكناس مش عارف حوالي 10 كيلو 8 كيلو في الحدود دي، إلى أن هي مدينة صغيرة لكن في نفس الوقت نظيفة ونقية، وأهلها ناس فعلا من أطيب خلق الله والله. احنا ده بدري جدا في هذا المكان، وعارفين ان هي تعتبر بحال يعني مش هنقول عروبية ولكن فلاحية، بحال فيلاج صغير. وهنا الناس كتصحى بدري، هنا الناس كتنوض من نعاس بكري، تشوف الزراعة ديالها، شوف إذا كان في عنده تبارك الله بهايم، ولا إذا كان عنده الزيتون بغي يسقى، ولا عندهم مدارس طبعا بينوضوا بدري برضو الدراري، ولكن ده بحنا في عطلة. ولكن شوف 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 تبارك الله، أنا عايزك تشوف هذه يا جماعة، ما هيش هذه يعني نقول فيلاج أو عروبية في المغرب. شوف عروبية، شوف النقاء، شوف منطقة فلاحية وشوف النقاء. تبارك الله، وأنا أتكلم معاكم دلوقتي والأمطار بدأت تتساقط على عين كرمة. يا رب يا رب بالخير على البلاد والعباد، يا رب بالخير على البلاد والعباد يا رب العالمين. والله رغم بساطة الديور والشوارع، إلى أن شوف 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 الزرع، شوف يعني الناس، شوف 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 تبارك الله. شوف هذه الدار، شوف شوف الدار، شوف تبارك الله ما شاء الله. شايفين يعني رغم بساطة المكان جدا جدا جدا، إلى أنه رائع وراقي من خلال هؤلاء الناس اللي منظفين المكان. ما تلقاش زبالة، ما تلقاش، الشوارع نقية، يعني رغم كل شيء، إلى أن زي ما قلت لكم النظافة والنظام ثقافة وليست مجرد عادة، إنما هي ثقافة مغربية. كان عندك كان ما عندكش، كنت تسكن في مدينة أو في قرية أو في بادية، هذه هي ثقافة عامة لجميع الشعب المغربي، فين ما تلقاه أو فين كاين يعيش، في المدن أو حتى في القرى الصغيرة أو الفيلاجات الصغيرة. هنا المغرب، هنا عين كرمة. وفي النهاية هنقول لكم الله الوطن الملك.